نساء ماهرات تحت هذا العنوان اختتمت فعاليات الدورة التدريبية السادسة التي أقامتها لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة حلب. نحن بدنا نخرج الدورة رقم 6 لنساء ماهرات اللي هي بتعطي دور لتمكين المرأة بدخول سوق العمل وتكون شريك أساسي مع الرجل في الحياة العملية والمهنية. طبعا البرنامج فيه العديد من المحاور اللي بتمكن المرأة بمعرفة كيفية الدخول لسوق العمل بأقصر الطرق وأقصر السبل لتتمكن من الإنتاج وتكون شريك أساسي في العملية الإنتاجية القادمة. الهدف من هذه الدورات تأهيل وتدريب النساء لتعزيز القدرات وتنمية المهارات للانطلاق في مجالات أرحب من العمل والإنتاج. الدورات كشفت عن قدرات إبداعية وأفكار خلاقة لدى المشاركات، اللواتي تلقينا على مدى 10 أيام العديد من الموضوعات الاقتصادية والتنظيمية والإدارية لتمكينهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة. لجنة سيدات الأعمال قامت بدورة نساء ماهرات، قمنا بتدريب حوالي 17 سيدة، قسم منهم ذوي شهداء. حاولنا نعطيهم دورات بمجالات عدة، في مهارات الحياة ومثل مهارات التواصل، مهارات إدارة فريق العمل وعدة مهارات، وفي المجال الاقتصادي خطة العمل والتكاليف. حاولنا أنه نمكنهم بطريقة أنه يقدروا يدخلوا على سوق العمل ويكونوا يدرسوا الأفكار اللي عندهم إياها ويقدروا يطبقوها على أرض الواقع عشان يكونوا سيدات أعمال ناجحة. هاي الدورة السادسة لنساء ماهرات اللي نحن فيها عم نحاول نطور فيها دور المرأة بالمجتمع، وبشكل عام نحاول نعطيهم قدرات أو نعمل لهم محاضرات نفيدهم فيها أنهن كيفية يقدموا مشاريع صغيرة، يقدروا هن يفتحوا شيء يساعدهم بأمور الحياة، يعتمدوا هي فينا على حالهم، يعتمدوا فيها على نفسهم، هن يحاولوا يطوروا من نفسهم قد ما فيهم. نحاول نحن ما نعتمد على حدا، تكون أمورنا نحن متاحة لنا بشكل ذاتي. كثير مهم أنه نحن ندعم المرأة بهذا المكان، لأن هيك بيكون عم ندعم المجتمع كاملا. فعندما بتكون السيدة في إلى وارد اقتصادي قادرة هي تقوم بعمل يجيب مردود لبيتها لأسرتها، فهذاك الوقت هي ما بتضطر انه ابنها يروح يشتغل. الدورة كانت 10 أيام، استفدنا منها كثير، ان كان من مهارات التواصل او كيف واحد بدأ يفتح مشروعه والخطط ودراسة الجدوى. مشروعي هو مشروع فكرة مشروع مشغل خياطة. طبعا قبل ما كان عندنا الخطط الأساسية والنقاط اللي نعرف فيها نبلش صح. الشكر كثير للأعضاء اللجنة، نصرنا نعرف شلون نبلش صح من الناحية القانونية، المادية، الاقتصادية، الجغرافية، دراسة المشروع من كافة أنحائه حتى نبتدي انه صح. تعلمت من الدورة انه الشغلات الصح اللي لازم اتبعها بكل مشروع، بأي مشروع بمشي فيه بحياتي، حطوني على الطريق الصح بطريقة تصميم مشروع ناجح، والخطوات اللي لازم اعملها لحتى يكون ناجح، شلون اتعامل بسوق العمل، وشو النقاط اللي لازم اتجنبها والنقاط اللي لازم استغلها لحتى يكون مشروع ناجح. اعطونا دافع كتير قوي، علمونا وفهمونا كيف نشتغل على ارض الواقع وكيف نخطط لمشروع انه بطريقة كتير صحيحة ودقيقة. خلال الدورات تم توزيع بطاقات شكر للمدربين والشهادات على المشاركات، إيمانا بأهمية دور المرأة في المجتمع وتعزيز وجودها في كافة المجالات.